عملة $100 أمريكي هي أكثر الفئات تزويراً في العالم، ولحل هذه المشكلة أمضى البنك المركزي الأمريكي عقداً من الزمن، وهو يعمل على تصميم ورقة نقدية يصعب تزويرها، وكانت النتيجة هي عملة نقدية فيها شريط أزرق محاك داخل الورقة وليس مطبوعاً عليها، ويظهر الشريط صورة رقم 100 تتغير إلى شكل جرس عندما تتغير زاوية الرؤية، بالإضافة إلى صورة محبرة تظهر جرساً داخلها. وعلى الرغم من التغيير هذا، فإن صورة مؤسس الولايات المتحدة بنجامين فرانكلين بقيت على العملة.